سلام حبيبتي، ان شاء الله تكونوا كامل انت كامل بيا. فيديو اليوم راح يكون فيديو متصل بالفيديو السابق اللي درته لكم على معاناة البنات في فصل الخريف. اكتبوا هذا العنوان على اليوتيوب وراح يخرجوا لكم من قناة زهرة زينة وغير هذا الفيديو نورمالمون على اليوتيوب. كي حوست ودرت لي ريغوشيرش كامل لقيت ما كانش فيديو يحكي على المعاناة تاعنا في فصل الخريف. كاين بنات الحمد لله عليهم عطاهم ربي انه حتى حاجه ما تاثر عليهم، لا الجو لا الفصول لا اختلاف الوقت من وقت الى اخر لا والو. اما كاين بنات معاناتهم من معاناتي كما انا، راني نحب يكون شعري قوي، نحب وجهي يكون صافي، نحب البشره تاعي تكون رطبه ونحب كلش. انا جو سوي سوغ باللي كاين بنات بزاف كيما انايا، سي بور سا البنات تبعوا معايا الفيديو حتى للاخراني حتى للاخر باش هكاك تفهموا عليا بالبيا. مي ارجعوا شوفوا الفيديو اللي درت لكم على معاناه البنات في فصل الخريف باش هكاك تفهموني واش حنهضر واش حندير لكم في هذا الفيديو. ان شاء الله يا ربي نفيدكم ولو القليل، وخليني نبدا نحكي على فصل الخريف. كاول حاجه فصل الخريف كيما راكم تشوفوا الجو يتبدل كامل، تحسيه شاحب، تحسي الشمس تجي وتغيب في ظرف ثلث ساعه او نص ساعه، ولا الشمس تظهر وتغيب، الجو مكتئب، الشجر يبدا يكتئب، الاوراق تتساقط، تيبس وتتساقط. ما فهمتش انا علاش حنا الفصل هذا ماشي بزاف نحبوه. اما كاين بنات بالك خلقوا فيه سي بور سا يشتوه وبالك ما راحش يعجبهم الكلام اللي راح نهضر انا على هذا الفصل. امي بور موا انا ما يساعدنيش كامل، ويصرالي يعني حوايج سلبيه بزاف على ذاتي نفسيا او بدنيا. على هذيك خممت بزاف في حلول ممكن تفيدني وتفيدكم، وراني نطبق فيها والحمد لله يا ربي صح خرجت معي بنتيجه هايله. جيبوا معاكم ورقه وستيلو وتبعوني في واش راح نحكي لكم. الفيديو الاخراني كي تشوفوه راحين تفهموا بيا واش حنقول لكم من حلول. قبل لا نبدا راح نقول لكم في فصل الربيع، وعلى فصل الربيع شحال حنا نكونوا زاهين وفرحانين ونعرفوا باللي قريب تكمل القرايه وجاي الصيف وجاي البحر وجاي العراس، ونبداو نحضروا في نفوسنا لفصل الصيف والربيع يكون زاهي ونزهاو معاه. مع انا بزاف اكتيف ونحب نتحرك، نحب الهول ونحب الامبيونس، وفصل الصيف خلقت فيه ويعجبني بزاف وتحلالي ليامات فيه. تاني واش نقول لكم، نقول لكم باللي تقدري تكوني فرحانه، تكوني هايله مالغري فصل الخريف والشتا يحسوك بالبرد ويحسوك بالاكتئاب. اما انت اقضي على هذيك الحاله النفسيه اللي تدخلي فيها في هذا الفصول، وخليني نعطيك حلول ولو قليله. بالنسبة لأول حاجة على جفاف البشرة وتقشر البشرة في اختلاف الجو ودخول جو جديد اللي يكون مصاحب الفصل الخريف، واش نقول لك ديري يعني ابسط الطرق وكل شيء متوفر عندك في البيت. برك اعطي شوية نفسك شوية وقت من الله، النفس حق علينا والذات حق علينا ولازمنا الاعتناء بها. والله جميل يحب الجمال، اي بون تعبي شويه على نفسك باش تكوني توجور زاهيه وباهيه وكيما ورده مفتحه. تبعيني في هذه الطرق. اول حاجه بالنسبه لجفاف البشره وتقشرها، نقول لك شربي الماء بكميه كافيه كل يوم، والكميه هذيك تقدر على الاقل بثمان كؤوس يوميا تاع الماء، باسكو الماء هو اللي يقضي لك على الجفاف تاع البشره، يقضي لك على خشونتها، يعطيك رطوبه. اي حاجه سائله راح تعطيك رطوبه وتنحي لك الجفاف تاع البشره. بيان سور ما راحش تبقاي كي تشربي راح تحسي بنفسك الداخل ارتاحت، فما بالك بالنسبه للجلد.
تناولي الخضر والفواكه اللي مليئة بالفيتامينات واللي تخلي لك البشرة تاعك نضرة وحيوية بكمية كبيرة، اكثر من البطاطا المقلية كما انا ناكلها بزاف 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 سورتو في الصيف. هذاك الشيء راح يخلي لك جست تاكلي ماكلة مليحة وفيها الخضر بزاف والفواكه الملاح، راح البشرة تاعك تنضار يعني تبهى وترطاب وكامل، والوجه تاعك ما يبقى شاحب. جست تنوضي الصباح تشوفي مع روحك في المرايا راح تشوفي الاختلاف. استخدمي المرطبات الخاصة بيك قبل النوم، انت على بالك واش راه يساعدك. استعملي المرطبات، استعملي الزيوت، ما تبخليش على نفسك بهاد الامور، وديري قماش من الزيت والسكر، وسمحوا لي على هذا الصوت. ديري القماش هذا راه متكون من مغرف سكر ومغرف زيت زيتون، وحطيه على وجهك وحكي به بزاف الوجه تاعك، وراح يقضي راح يشرب هذاك الزيت، راح يدخل في المسامة تاع وجهك، وتاني راح ينحي لك هذاك الجفاف نهائيا. وديري هاد الخلطة على الأقل يوميا، مرة في الصباح ومرة في العشية أو مرة يوميا. ابتعدي عن الشمس كليا، وإلا كان خرجتي للشمس ديركتومو قبل لا تخرجي حطي الواقي من الشمس. تاني ديري العسل والليمون على الوجه تاعك قبل لا ترقدي كل ليلة، راح يعطيك نضارة للوجه تاعك بلا ما نحكي. راكم على بالكم بالفوائد تاع الليمون والعسل. اما بالنسبة لتساقط الشعر، تبعوني خلطي الثوم مع الزيوت اللي عندك وخليهم يقعدوا على الاقل يومين، وبعدها استعمليها على راسك على الاقل كل ليلة او 3 مرات في الأسبوع. تعانين من الإرهاق والتعب وتحس روحك عيانة وكامل في فصل الخريف هذا كما أنا، نقول لك ديري كوب من الماء الساخن مع ربع ملعقة كركم، ولا بلنا بلي كركم فيه فوائد بزاف بزاف. بور مو احنا نحطوه في الماكلة ونحسوا بهذيك الفائدة تاعو بالنكهة الطيبة تاعو، وتاني هو على بالنا بلي يفيد الاسنان، تاني راهو يفيد يعطيك الحيويه والنشاط. على هذيك ربع ملعقه كركم وكوب من الماء الساخن ونصف حبه ليمون ونصف ملعقه كبيره من القرفه، والقرفه تحفز الدوره الدمويه والجهاز التنفسي وتساعدك على الهضم. خلطيهم بيا ومع ملعقه صغيره من العسل، خلطيهم بيا وهكاك شربيهم كل يوم صباح، ونأكد لك باللي راح تحسي بنشاط ويساعدك بزاف. استعملي هذه الطريقة على الأقل أسبوع، راح تكون نتيجة هايلة. وتاني باش تقضي على الحبوب اللي تظهر على الوجه تاعك، جيبي الليمون وديريه ونظفي به الوجه تاعك، حكي به وجهك، وبعدها جيبي خل التفاح حطيه في القطن وروي سردي مليح هذيك القطنة تاعك، وحطيها على الحبوب مدة نص ساعة حتى لساعة، ومن بعدها غسلي وجهك عادي، وهذوك لي ميكروب راح يخرجوا في هذيك القطن وراح يتنحى لك هذاك الحب من الوجه تاعك. هادو هما النصائح تاعي باش تقضي على الاضرار اللي يخلفهم فصل الخريف بالنسبه لينا احنا البنات، واللي يخلي الجمال تاعك يفسد وتروح لك هذيك البهاوه وكامل. انا نقول لك استعملي هذه الطريقه وكوني حيويه ونشيطه، فرحي بوش عطاك ربي وقنعي به، وان شاء الله يا ربي الحال يتبدل من الأسوأ الى الاحسن، ولا من الاحسن للاحسن وللافضل ان شاء الله يا ربي. ونتمنى نكون فدتكم ولو قليل القليل. ابوني ولعشان ما تنساوش. وثاني نقولكم شوفوا لي فيديو تاعي اللي فاتوا، ان شاء الله يا ربي يفيدوكم، واستناوني في الفيديو القادم ان شاء الله راح يكون مفيد. ونحبكم بزاف كوم دابيتود، و ا توت الوغ و سلام.